استوقفني أيضا حديث الرئيس واستخدامه لمصطلح عناصر القوة الشاملة ووصفه أن الرئيس جمال عبد الناصر في هذا التوقيت كان من عناصر القوة الشاملة لمصر. هذا المصطلح هو مصطلح استراتيجي، يعني هو درس من دروس الاستراتيجية. الناس اللي بتدرس في أكاديميات عسكرية عارفين هذا الدرس جيد، ده بدايات التلقي العلوم الاستراتيجية بتدرس حاجة اسمها عناصر القوى الشاملة، دي اللي بتتوزن بيها الدول. يعني ايه؟ يعني كل دولة ليها مجموعة من العناصر، اول حاجة القوى الشعبية او الحالة المعنوية للشعب، العنصر الثاني القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة السياسية. أربع أرجل بتقف عليهم جميع الدول اللي في العالم. هزيمة 67 أو نكبة 67 أو نكسة 67 زي ما نسميها، لما تركز فيها هتلاقيها أن هي ضربت كل عناصر القوة الشاملة لمصر. أول حاجة هزيمة وقعها مرير على مصر وكل الشعوب العربية طبعاً. فالشعوب دي كلها هزمت معنويا، فآدي أول عنصر تم ضربه. العنصر الثاني وهو القوى السياسية، وهنا الرئيس أشار بقى أن الرئيس جمال عبد الناصر كان عنصر من عناصر القوى الشاملة، لأن الرئيس جمال عبد الناصر في شخصه كان هو التأثير السياسي لمصر في العالم الثالث كله، مش في المنطقة العربية بس. فده كان تاني عنصر تم ضربه في عناصر القوى الشاملة. العنصر الثالث هو الاقتصاد. كما تعلمين ان وقتها مصر قبل 67 ما كانتش مديونة بجنيه. في 67 وكانت الموازنة العامة للدولة مختلفة في صياغتها عن الموازنة الآن، وده كان من دروس 67 بالمناسبة. فالضربة العسكرية اللي توجهت لينا استنزفت اقتصادنا بالتمام. ثم نأتي على القوى العسكرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار لما ذكره الجانب الإسرائيلي وقتها ان احنا فعلا كنا محتاجين 50 سنة لإعادة بناء قوات مسلحة. فهذا هو المشهد القاتم يوم 5 يونيو 67، ودي عناصر القوى الشاملة للدولة المصرية اللي ضربت بالتمام. هنا بقى تاخدي العناصر دي وتستعيدي ما ذكره الرئيس عن يوم 9 يونيو، خلاص، اللي هو مصطلح التحدي القومي. يوم 9 يونيو، لان هذا الشعب كان من التماسك ومن الصلابة رغم المرار رغم الألم، رغم أنهم بيشوفوا الرمز بتاعهم جمال عبد الناصر بيبكي أمام الشاشات من وقع ما جرى وبيعلن التنحي لولا هزيمة الهزيمة التي جرت يوم 9 يونيو، ما كان قد تم إعادة بناء هذه العناصر للقوى الشاملة للدولة، إعادة بناء القوات المسلحة، القوى العسكرية، إعادة بناء الاقتصاد، طبعا الحالة الشعبية، الشعب اللي جاهز على أهبة الاستعداد انه يحارب، ثم البلد المنتصرة اللي فرضت بعد كده إرادتها ان هي تبقى أساس السلام في المنطقة. علشان كده الرئيس قال مصر في 73 محققتش بس انتصار، حققت قفزة. صحيح، لأن هي هزمت تماما في عناصر قوتها الشاملة ثم عادت مرة أخرى في 73.